مارتن سكورسيزي المخرج العالمي ولد في 17 نوفمبر 1942 بنيويورك بالولايات المتحدة، وهو مخرج سينمائي أمريكي كبير ذو أصول إيطالية، يعد من أشهر المخرجين في هوليوود. حصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان الأوسكار عن فيلمه المغادرون سنة 2006، وقد ترشح لهذه الجائزة 5 مرات. أشهر أفلامه سائق تاكسي درايفر، والذي فاز عنه بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 1976، ثم فيلم الثور الهائج عام 1980. وتعاون المخرج مع الممثل روبرت دينيرو في عدة أفلام، منها شوارع واضعة سنة 1973، وسائق تاكسي، وفيلم الثور الهائج الذي حصل عنه الممثل روبرت دينيرو على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل رئيسي، ثم ملك الكوميديا سنة 1983، وفيلم الأصدقاء الطيبون سنة 1990، وكازينو سنة 1995. وفي عام 1988 قام بإخراج الفيلم الشهير ليلة الإغراء الأخير للسيد المسيح، والذي واجه رفضا وانتقادا حادا من الفاتيكان، وصل إلى مطالبته بطرد الفيلم من مهرجان كان السينمائي سنة 1988. وتعاون أيضا مع الممثل ليوناردو دي كابريو في 5 أعمال، هي فيلم عصابات نيويورك عام 2002، وفيلم الطيار عام 2004، والذي ترشح عنه الممثل ليوناردو دي كابريو لجائزة أفضل ممثل رئيسي في مهرجان الأوسكار، والفيلم الثالث المغادرون، والذي حصل عنه مارتن سكورسيزي على أفضل مخرج، وفيلم جزيرة المصراع عام 2010، ثم فيلم ذئب وول ستريت سنة 2013. تركز أفلام المخرج على مفاهيم مثل الخلاص والإيمان والذكورية والجريمة وصراع العصابات، ويظهر العنف في كثير من أفلامه، وتستخدم الألفاظ النابية بكثافة، ويعتبر من مخرجي موجة هوليوود الجديدة التي بدأت في أواخر الستينيات. ولد مارتن سكورسيزي في فلوشينغ في حي كوينز بنيويورك لأسرة صقلية كاثوليكية تقليدية. كان مارتن طفل يعاني من الربو وضعف البنية، وفي تلك الفترة المبكرة لم يكن سكورسيزي يتمكن من ممارسة الرياضة، فكان والده يأخذانه في كثير من الأحيان إلى السينما. تدين سكورسيزي في تلك السن المبكرة وآمن إيمانا عميقا، وكان ينتوي الاتجاه إلى الحياة الدينية، ودخل مدرسة كهنوتية عام 1956 من أجل أن يصبح كاهنا. ورأى المسؤولون في تلك المدرسة أنه كان في سن مبكر جدا، كان يبلغ 14 عاما فقط، وأنه غير منضبط ولا يصلح للانخراط في تلك السن المبكرة للدراسة الكهنوتية، وتم فصله بعد عام. إثر ذلك أكمل دراسته في مدرسة الكاردينال هاينز في بروكلينز، ثم التحق بجامعة نيويورك عام 1960، وهناك درس السينما في كلية تيتش للفنون، وحصل على درجة الماجستير عام 1966، وأصبح أستاذا في الجامعة من سنة 1968 إلى سنة 1970، وكان ممن درس عليه في تلك الفترة المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا. أثناء تدريسه في الجامعة قدم سكورسيزي في بدايته الإخراجية العديد من الأفلام القصيرة، بما في ذلك فيلم الحلاقة الكبيرة، وهو من إنتاج الجامعة نفسها، والذي فاز بالعديد من الجوائز. ثم أول فيلم طويل باسمه من الذي يطرق بابي،
والذي صدر في 15 نوفمبر 1967 واستغرق 3 سنوات في تحضيره. في هذا الفيلم تعاون مع واحد من أكثر الممثلين الذين سيشاركونه في السنين اللاحقة وهو هارفي كيتل. بعد ذلك شارك كمساعد مخرج في الفيلم الوثائقي ووت ستارك للمخرج مايكل أودلي والذي وثق به مهرجان وستارك عام 1969. في أوائل السبعينيات التقل مارتن سكورسيزي إلى هوليوود وحصل على وظيفة المونتاج في استوديو وارنر بردز. ثم التقى المنتج روجر سكورمان والذي كان مخرج أفلام درجة ثانية وعرض عليه الفرصة لإطلاق أول فيلم هوليوودي له بريتا بوكسكار عام 1972 من بطولة الممثلة باربارا هيرشي ودافيد كارادي. وتأثر المخرج مارتن سكورسيزي كثيرا بالمخرج المستقل جون كاسافيتس الذي شجعه على اتباع أسلوب شخصي أكثر، فعمل في الشوارع الخلفية الذي يحكي قصة 2 من الشباب الطموحين في إيطاليا الصغيرة. الفيلم هو أيضا مسرح أهم لقاء في حياته المهنية مع الممثل روبرت دينيرو والذي أصبح علامة لأفلام مارتن سكورسيزي لاحقا. بعد هذا الفيلم كان سكورسيزي على وشك أن يصبح واحدا من رواد موجة هوليوود الجديدة. وفي العام التالي فتح له فرانسيس فورد كوبولا أبواب استوديو وارنر بريدز، حين أشار على المسؤولين في الاستوديو الاستعانة بالمخرج الشاب، وقد قدم أول نجاح تجاري نقدي له مع فيلم دراما غاليس لم تعد هنا، وبنى له الفيلم تأثير كبير. وحصلت بطلة الفيلم إيلين بورتسين على أفضل أوسكار ممثلة عام 1975 لأدائها دور ربة المنزل التعيسة. وفيلمه التالي حصل على الصحف الذهبية في مهرجان كان الدورة 29 عام 1976، وهو فيلم سائق تاكسي درايفر، وهو الدراما النفسي عن صعوبات مقاتل سابق في حرب الفيتنام في إعادة الاندماج مع مجتمع. قام ببطولة الفيلم روبرت دينيرو ومشاركة الصغيرة جودي فوستر وهارفي كايتل. هذا الفيلم الذي كتبه بول شرايدر يصور بشكل كبير عالم سكورسيزي، بيئة نيويورك وشخصيات ليس لها هدف والارتباك بين الخير والشر والعنف المفرط والتساؤل الميتافيزيقي. تلقى الفيلم 14 ترشيحات لجوائز الأوسكار عام 1977. وفي حالة بدنية ونفسية رهيبة يعود مخرج مارتن سكورسيزي إلى العمل بعد تعافيه من الإدمان وبدعم جيد من قبل صديقه روبرت دينيرو لتحقيق واحد من أهم أفلامه الثور الهائج عام 1980. الفيلم الذي يحمل كثافة درامية وتميز بالتصوير بالأبيض والأسود وبحركات الكاميرا والحركة البطيئة بأدائه المميز في دور الملاكم جيك لاموتا، تلقى روبرت دينيرو أوسكار أفضل ممثل. بعد هذا الفيلم اعتبر سكورسيزي واحدا من المخرجين الأمريكيين الأكثر ابتكارا وجرأة. بعد ذلك قام سكورسيزي بإخراج الأفلام التالية: ملك الكوميديا سنة 1983 وهو هجاء للوسط التلفزيوني والمشاهير، ثم فيلم بعد الساعات عام 1985 والذي يحكي ليلة تجول عالم الكمبيوتر في غابة نيويورك، ثم فيلم لون الماء عام 1986 والذي يأخذنا إلى ما وراء عالم البلياردو، هذا الأخير الذي لعب بطولته الممثل توم كروز، واستحق أثره الممثل بول يومان أوسكاره الوحيد في حياته المهنية. أقام ذلك فيلم أصدقاء طيبون عام 1990
لأوسكار أفضل ممثل مساعد لجو بيتشي. وفيلم الإطارة خليج الخوف عام 1991 نجحان مرة أخرى مع روبرت دينيرو في العام نفسه، حيث حصل على جائزة سينماتيك الأمريكية عن مجمل أعماله. وفي عام 1992 أنشأ مشروع مارتن سكورسيزي يقدم، وهي مؤسسة تقوم باستعادة الأفلام الكلاسيكية وترميمها، ثم أصدر أول أفلامه له مع داني لويس وميشيل فايفر عصر البراءة، استنادا إلى رواية بنفس الاسم لإيديت وارتون نشرت عام 1920. عمل آخر ناجح نقديا وجماهيريا ينهار أمام ترشيحات الأوسكار ويخفق المخرج مرة أخرى في الحصول على التمثال الذهبي مع فيلم كازينو عام 1959. يعود سكورسيزي إلى عالم العصابات في ملحمة كبيرة عن صعود وسقوط مدير كازينو فندق كبير في لاس فيغاس، قصة مستوحاة من حياة فرانك روزنتال في السبعينيات. للمرة الثامنة يشاركه روبرت دينيرو، وشاركه أيضا جون بيتشي وشارون ستون، والتي فازت بجائزة جولدن كلوب لأفضل ممثلة في فيلم دراما، وحصلت على ترشيح أوسكار لأفضل ممثلة. بعد فيلم كازينو أنهى فيلمه الوثائقي الشهير الذي دام 4 ساعات عن السينما الأمريكية مع الناقد والمؤرخ السينمائي الفرنسي مايكل هنري ويلسون بعنوان رحلة مارتن سكورسيزي خلال السينما الأمريكية، بتكليف من معهد الفيلم الإيطالي للاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد السينما. وقد تم تكريم مارتن سكورسيزي بجائزة إنجاز الحياة المرموقة من قبل معهد الأفلام الأمريكي عام 1997 لمسيرته المهنية. بين فيلمي كوندون سنة 1997 عن قصة شاب ديلاما 14 وبسرعة فائقة مع الممثل نيكولاس كيج عام 1999، ترأس لجنة تحكيم مهرجان كان سينمائي عام 1998، والتي منحت بالإجماع الصحفة الذهبية للفيلم اليوناني الخلود ويوم واحد. ولكن الصورة الشهيرة لهذه النسخة من المهرجان هي حينما منحت الجائزة الكبرى للمخرج روبرتو بينيني وفيلمه الرائع الحياة الجميلة، حين رمى الممثل والمخرج الإيطالي نفسه عند أقدام سكورسيزي قبل أخذه بين ذراعيه ورفعه من شدة الفرح. في مهرجان كان السينمائي عام 2002 كان هو رئيس لجنة التحكيم للأفلام القصيرة، حيث يمثل معلما هاما آخر في حياة المخرج، حيث قدم فيلم عصابات نيويورك، قصة ملحمة ملتهبة عن الحروب الأولى بين عشائر في نيويورك في القرن 19. التقى سكورسيزي في هذا الفيلم بليوناردو دي كابريو، والذي أخرج له فيلمين آخران على التوالي: الطيار عام 2004 مستوحى من حياة هارد هيوز، وحصلت كيت بلانشيت أوسكار أفضل ممثلة مساعدة لتسجيلها لشخصية كاترين هيور. ثم فيلم المغادرون عام 2006 والذي شارك به طاقم تمثيل من الدرجة الأولى: جاك نيكلسون، مات ديمون، مارك وولبرغ، ألك بالدوين وويفرا فارميغا. وبفضل هذا الفيلم الأخير الذي هو طبعة جديدة لفيلم شؤون جهنمية من هونغ كونغ، فإن سكورسيزي حصل على أكبر نجاح في حياته المهنية، ففاز بجائزة الجولدن كلوب لأفضل مخرج، غير الانتصار الآخر في حفل توزيع جوائز أوسكار. فاز فيلم المغادرون ب4 جوائز أوسكار عام 2007 كأفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو مقتبس لويليام مونهان وأفضل تحرير. وأصدر في العام التالي فيلمه الوثائقي رولينج ستونز عن المجموعة الأسطورية لفرقة الروك البريطانية بعنوان تألق الضوء. تعتبر حياة مارتن سكورسيزي الفنية إنجازا حافلا من العطاءات السينمائية قل نظيرها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.